افتتح اللواء ركن أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبيان الندوة العلمية صناع السلام التي نظمها مكتب الإعلام بالمحافظة، وحضرها مدراء عموم مكاتب إعلام إقليم عدن. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل ردفان عمر. دعا اللواء ركن أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبيان إلى قيام حملة إعلامية شاملة لتسليط الضوء على احتياجات أبيان من مشاريع تنموية شاملة عاجلة لتعويضها عن ما أصابها من دمار ممنهج قضى على بنيتها التحتية خلال حربين متتاليين منذ العام 2011، مؤكدا على ضرورة الاهتمام بالإعلام والإعلاميين بعيدا عن انتمائهم وتوجهاتهم وتوجيههم التوجيه الوطني الصحيح، ليكونوا مرآة عاكسة لعكس احتياجات المواطنين ومتطلبات المحافظة من مشاريع تعود بالنفع على أبيان وأبنائها، كما ويجب غرس روح المسؤولية الوطنية العليا في فكر وعمل الإعلاميين. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للندوة العلمية صناع السلام والتي نظمها مكتب الإعلام بالمحافظة بمشاركة عدد من الإعلاميين والنشطاء ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وحضرها مدراء عموم مكاتب الإعلام على مستوى الإقليم عدن لحق الضالع. وكان الأخ المحافظ قد أشاد خلال كلمته بجهود مكتب الإعلام. مدير مكتب الإعلام الدكتور ياسر بعزب كان قد رحب في مستهل الندوة براعي الفعالية محافظ المحافظة اللواء ركن أبو بكر حسين سالم، شاكرا جهوده الدؤوبة ودعمه للإعلاميين ولمختلف أنشطة وفعالية مكتب الإعلام، كما رحب بضيوف أبيان مدراء مكاتب أعلام محافظة إقليم عدن، مستعرضا أهم ما قام به مكتب الإعلام في مجال صناعة ونشر ثقافة السلام على مستوى مديرية المحافظة. انعقدت صباح اليوم الندوة العلمية تحت شعار صناعة السلام في محافظة أبيان بحضور محافظ محافظة أبيان اللواء أبو بكر حسين سالم، وأيضا حضور مكاتب الإعلام في محافظات لحق وعدن والضالع. تأتي هذه الندوة تعزيز للسلام وأيضا ضمن مشروع مكتب الإعلام لصناعة السلام على مستوى محافظة أبيان، وأيضا مشروع مكتب الإعلام للتأهيل والتدريب الذي من خلاله يقوم مكتب الإعلام بتأهيل الكوادر الإعلامية وطاقم مكتب الإعلام على مستوى المحافظة وفروعها بالمديريات. هذه الندوة تهدف لتعزيز السلام وخلق إعلام بناء، خلق إعلام يكون اليوم جزء من الحل لا جزء من المشكلة. مدراء عموم مكاتب إعلام عدن ولحق والضالع تحدثوا عن أهمية زيارتهم لمحافظة أبيان ومشاركتهم بندوة صناعة السلام. نحن في هذا اليوم الجميل في محافظة أبيان الباسلة شاركنا في ندوة علمية لصناعة السلام الذي أقامها مكتب الإعلام بالمحافظة المحافظة، ونحن في مكاتب الإعلام لحج ضالع وعدن كان لنا شرف الحضور لتلك الندوة التي أريد كثير من المفاهيم حول السلام وصناعته والجنوح نحوه. نحن سعداء جدا هذا اليوم بأن نشارك في الندوة العلمية حول صناعة السلام في محافظة أبيان التي نظمها مكتب إعلام محافظة أبيان برعاية من الأخ المحافظ محافظة أبيان، وحملت الندوة عنوانا بارزا يدعو له العالم أجمع بأن السلام هو الأساس لاستقرار وأمن المجتمعات في العالم أجمع. وتعرف المشاركين خلال الندوة على المفاهيم العلمية لإحلال السلام على المستوى المحلي والدولي والسبل الكفيلة بتوفير السلم والاستقرار كبديل للحرب والنزاعات والفوضى، وأكدت الندوة على ضرورة درء الصراعات وإحلال السلم وتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى محافظة أبيان وعلى مستوى الوطن اليمني بشكل عام. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر محافظة أبيان.